أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة هذه الليلة ويوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس رطب، فرصة تشكل الضباب الخفيف في العاصمة عمان 10 درجات مئوية فقط الملموسة 9 درجات، الرطوبة مرتفعة حوالي 95% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل، لكن تجدر الإشارة إلى أن مناطق واسعة من المملكة خلال هذه الليلة أي ليلة الأربعاء على الخميس ستشهد تشكل للضباب والضباب الكثيف، وبالتالي تتدنى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخر وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر في عموم المنطقة الشرقية ومنطقة السهول وأجزاء من المناطق الجبلية. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة، نبدأها في المنطقة الشمالية حيث يستقر الطقس بالمجمل يوم الخميس، لكن تبقى فرصة مهيئة لتشكل الضباب والضباب الكثيف خلال ساعات الصباح الباكر، المفرق 18 إلى 8، جرش 19 إلى 11، إربد 20 إلى 10، وعجلون 18 إلى 11. المنطقة الوسطى أيضا تشهد فرصة لتشكل الضباب الكثيف خلال ساعات الفجر والصباح، الزرقاء 19 إلى 8، البلقاء 18 إلى 13، عمان 17 إلى 10، ومأدبة 19 إلى 9، والبحر الميت 24 إلى 16. المنطقة الجنوبية الكرك أيضا تشهد فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الصباح، لكن سرعان ما يتلاشى هذا خلال ساعات الصباح المتأخر 15 إلى 8، الطفيلة 15 إلى 9، الشوبك 14 إلى 7، معان 16 إلى 6، والعقبة 23 إلى 13. المنطقة الشرقية أيضا تشهد أجواء ضبابية خلال ساعات الصباح، الرويشد 17 إلى 10، الصفاوي 17 إلى 8، والأزرق 19 إلى 9، على أن يستقر الطقس خلال ساعات النهار. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.